اسمي محمود أبو الحلاوة، عمري 28 سنة. عانيت من قصر النظر تقريباً 14 سنة ونص من حياتي. لازمت ولبس نظارات على طول بآخر 11 سنة ونص تقريباً. مقيم بأستراليا، جيت هون على عمان أزور الأهل، وكل سنة بكون عندي فكرة أني بدي أسوي العملية، وهاي السنة حبيت أني أخذ هاي الستيب وخلص أترك النظارة وخلص علاقتي معها. فتحت دورت أونلاين أنا وأختي، ساعدتني لأنها بتشغل مجال الطبي، فواحد من الأبس الشود أب فوق هون بعمان كان طب كام. فيوز دي أب وشيكت من الدكاترة اللي الريفيوز عندهم والريتينجز كان كثير عالي. المركز الأردني الألماني وخصوصا الدكتور إبراهيم فوقت أب وكان نمبر وان، هاد الريفيوز. حكيت معاهم وحجزت موعد، ما قصروا هون بالمركز. جيت هون سويت كل الفحوصات الأولية والصور، وبناء على هيك كان عرضوا علي شو العمليات اللي بتشغل لي. مع ظروفي والوقت اللي قاعد فيه هون بعمان اخترت اني اروح مع عملية السمايل. دكتور ابراهيم والعيادة هون والجميع كانوا جدا رائعين، عملية ما اخذت وقت كثير. والفولو اب هاي تاني مرة لي ام هير تو فولو اب، فالفولو اب كان برضو ممتاز. فبصراحة would highly recommend it لـ personally family friends وكل حدا بعرفه كان هون بعمان أو حتى بالريجن. فأي حدا بفكر بأنه بصراحة يترك أو يسوي هالخطوة الكبيرة بأنه يترك النظارة أو رفيقه الكبير هو النظارة زي حالتي 100% شيكوا، تعالوا هون وشيكوا.